ودلوقتي بتنضم لنا على التليفون دكتور امال عبد المولى، مستشار او استشاري العلاقات الاسريه والصحه النفسيه. دكتور مساء الخير على حضرتك. ودايما بنقول انه الاطفال وقت الخلاف هي اللي بتدفع الثمن، الى اي مدى وجود صندوق لدعم الاسره المصريه ولاحتضان هؤلاء الاطفال نفسيا ومعنويا وايضا سد احتياجاتهم الماليه مفيد في مرحله زي دي، واحنا بنشوف حالات الطلاق والخلافات اثناء الطلاق ووجود يعني محكمه الاسره والقضايا الكبيره اللي موجوده في محكمه الاسره. اولا مساء الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين وحضرتك وعام بخير. سعيد علينا ان شاء الله عام 23 يكون عام سعيد على مصر كلها باذن الله. كل سنه وحضرتك بخير. طبعا الو، كل سنه وحضرتك بخير، احنا سامعين حضرتك، اتفضل. وحضرتك بخير وللاسره كلها يا رب بخير واسره البرنامج. طبعا احنا نبتدي العام الجديد 23 بقرار حلو زي ده، انا شايفه ان هو قرار صائب في الحفاظ على الاسره وحمايتها من التشرد والتفكك. ده تحدي بيواجهه المجتمع دلوقتي خصوصا في الظروف اللي احنا فيها، اصبح انتشار نسبه الطلاق بشكل كبير في السنوات الاخيره، والمشاكل الاسريه بقت اكتر من الاول بكتير، وعلى اتفه الاسباب بتتشرد الاطفال وتفكك الاسره. فكنا نقدر نوضع لهم برنامج او خطه تحميهم من التشرد والتفكك، ده شيء جميل. وصندوق الاسره فكره جيده ان هو يكون موجود لحمايه الاسره والحفاظ عليها والحفاظ على استقرارها، خصوصا ان اي مشاكل بتحصل ما بين الازواج بتبقى الضحايا الاطفال، وبتاخد وقت كبير خصوصا لو دخل العند بين الزوجين، في ان هم بيبقوا قادرين على الصرف على الابناء، لكن هي تعند وتقول مش هصرف وهو يعند وتقول مش هصرف، وبيكون الضحايا في النص الابناء. فكنا نوفر صندوق لحمايه هذا النوع من المشاكل الاسريه، ده شيء جيد. في حين ان المقبل على الزواج لو كان المبلغ اللي ممكن يحطه مبلغ في قدر استطاعته مبلغ رمزي يبقى لا بأس، ده شيء جميل جدا. احنا كمان بنأمل انه مش بس المقبل على الزواج، ليه ما يكونش بنعمم على فئات المجتمع كلها القادرين على انهم يحطوا مبلغ ولو من ناحيه المسؤوليه المجتمعيه، يعني العاملين في الدوله، لان كل ده هدفنا في النهايه هو توفير المبلغ المالي وقت اللزوم للاحتياج للاسر اللي عندها مشاكل بتحتاجه في وقت معين. فده هيبقى دعم لاستقرار الاسره لاي اثنين مقبلين على الزواج، لما يعرف مسؤولياته تجاه اسرته هيبقى عنده وعي بالالتزام، هيبقى عندهم وعي اكتر بكيفيه الثبات الاسري وكيفيه الاستقرار الاسري، مش اي مشكله تهز كيانهم، مش اي مشكله نجري ونسيب البيت ونسيب الاطفال عرضه للتشرد. فالفكره في حد ذاتها فكره جيده، والتحدي الكبير اللي بيواجهه اي مجتمع هو الاستقرار الاسري، اللي اصبح النهارده التفكك ده قنبله موقوته، لان الضحايا مش بس الاطفال، المجتمع نفسه لما بيزيد عدد التفكك الاسري بشكل عام بيأثر على المجتمع وعلى تقدمه ونجاحه. فاحنا بنحيي الفكره، بنحيي سياده الرئيس عليها، ونامل ان هي تتنفذ بس من خلال معايير تناسب الشباب المقبل على الزواج. برايك ايه هي المعايير دي يا دكتور؟ كل الاحتياطات الماليه. ايوه اتفضلي. دكتور برايك المفروض الصندوق ده يقدم ايه بالظبط لدعم الاطفال المتضرره من حالات الخلاف؟ كل مجموعه من المهام التي من اهمها واولها اللي هي حمايه الاسره اللي وشكت على التفكك وتعلقت الحاله، زي ما سمعنا من سياده النائب في المكالمه السابقه ان هي بتقول بتقعد كتير في المحاكم عقبال ما يجي لها القرار بصرف الراتب او المبلغ للاولاد. فالصندوق هيبقى ده من ضمن اختصاصاته. برضه ممكن يكون من ضمن اختصاصاته المقبلين على الزواج نفسهم الغير قادرين، ان انا اعمل ساعد برضه، يبقى انا هنا باخد من القادر وبدي للي ما عندوش مثلا، فهو هيخدم كتير. برضو بعض الاسر اللي بيبقى عندها اطفال مرضى ومش قادره برضو تلبي احتياجاتهم، فالصندوق هيخدم الاسره بكل مشاكلها، واهمها التفكك، لان يعني اتفقنا الطلاق التشرد هنا بيضيع تعليم الاطفال وبيضيع حقوقهم، فتامين الحقوق ده شيء ضروري، ومش مسؤوليه المجتمع لحاله ان هو يامن حقوق الاسره. جميل مننا ان احنا نشارك في التامين، لكن بما يتناسب مع امكانيات الشباب وقدراتهم، مش بس الشباب والله، انا بقول يا ريت تتعمم على جميع فئات العاملين بالدوله، يبقى بشكل رمزي ان كانها مساهمه من الجميع في حمايه الاسر المتفككه.
فهي الفكرة جيدة ونتمنى انها تتنفذ بشكل يناسب الناس مراعاة الصندوق ان شاء الله. لوجود البعد النفسي يا دكتور، والأطفال المتضررين مثل هكذا مشاكل بيكون طبعا عندهم مشاكل طبعا نفسية كبيرة. البعد النفسي شيء أساسي، لأن الطفل أهم حاجة استقراره النفسي وشعوره بالأمان، وشعوره بالأمان مش هيتوفر وسط أعباء وضغوط مالية على الأم لو كانت هي المحتضنة للأبناء. في الحالة دي هيحس بالضياع، لكن على الأقل لما تبقى قادرة تصرف وقادرة تقيم الأسرة وقادرة إن هي تلبي احتياجات أولادها، فبيبقى شوية في نوع من الاستقرار. يعني سامعني حضرتك؟ مع حضرتك. الجانب المادي من الجوانب المهمة جدا اللي من خلالها بنأمن الاستقرار، لكن الجانب النفسي له دور كبير. احنا على قد ما بنقدر بنلبي احتياجات الاسره عشان نحد من الضغوط النفسيه اللي بتقع عليها وقت انهيارها او وقت التفكير. كلمه من حضرتك يا دكتور. كمان من ضمن الادوار المهمه اللي من ضمن صوتنا للصندوق، يا ريت جدا يكون من ضمن دورهم برضو ان هم يقدموا للمقبلين على الزواج ارشادات كيفية إقامة أسرة. ده اللي كنت لسه هسأل حضرتك عليه يا دكتور، لو بتقولي يعني كلمة للمقبلين على الزواج تكون إيه؟ الندوات المجانية الخاصة بهيئة الصندوق نفسه للمقبلين على الزواج. لو حضرتك توجهي كلمة لكل المقبلين على الزواج تكون إيه هي يا دكتور؟ أيوه، لا أفندم. لو حضرتك توجهي كلمة للمقبلين على الزواج تقولي لهم إيه؟ أقول لهم يعني ما حدش ياخد الأمر باستهزاء، وزي ما احنا شايفين على السوشيال ميديا بنسمع تعليقات فكر فيها بالعقل، اعتبرها جزء من التزامك بالحياه الزوجيه الجديده اللي انت داخلها. فمهما كان المبلغ ان شاء الله يكون مبلغ بسيط وفي قدر استطاعه الجميع، وفي نفس الوقت احساسك انه ده تدعيم منك للحياه الزوجيه، بما انكم رايحين تبداوا حياه زوجيه جديده، فده تدعيم بدايه انها اللبنه الاولى اللي بنحطها علشان نحمي بيها الاسر من الضياع. فلكل شاب وشابة مقبلين على الزواج، اهميه الاستقرار، لازم تبقوا عارفين مسؤوليه اقامه حياه زوجيه قبل ما تدخلوا التجربه دي، ويكون في استقراركم النفسي ان احنا داخلين على اننا نكمل حياه، على اننا نبني بيت. صحيح. على اننا نعمل جو من الدفى داخل البيت. صحيح. ونبعد عن المشاكل والضغوط اللي ممكن تهددنا بالانهيار. احنا بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا دكتور امال عبد المولى، استشاري العلاقات الاسريه والصحه النفسيه.